السلام عليكم. المفروض النهاردة هناخد المحاضرة بتاعة Bleeding Disorders و Hyper Coagulable State. دي هنقسمها على مرتين، أول مرة هنتكلم على Bleeding Disorders، والمرة اللي بعدها بإذن الله هنتكلم على Hyper Coagulable State. مطلوب مننا ايه النهاردة في Bleeding Disorders؟ مبدئيا الموضوع هيحتاج شوية Basics في الأول، فاحنا هنعرف يعني ايه Hemostasis بمنتهى البساطة على قد ما نقدر نحاول نبسطها. يعني الكواجليشن كاسكيد هنحاول برضو ناخدها بشكل مبسط لان هي هتتاخد بالتفصيل الممل في الكلينيكال باثولوجي، بس بما ان احنا بناخد دلوقتي الهيماتولوجي فهناخدها بشكل مبسط. لازم نبقى برضو فاهمين البي تي والبي تي تي والتي تي، الحاجات دي كده اللي هي الانفستيجيشن بتتعمل عشان هتذكر في بعض الامراض ان هي بتطول ان هي بتقل، ابقى فاهمه هي بتحصل كده ليه. بعديها بقى نبتدي الحاجات المهمه اللي هي اساسيه بتاعه المحاضره، هي اسباب البيدنج ديس اوردرز. هتتقسم معانا لكذا حاجه، اي بيدنج ديس اوردر العيان هيجي فيه عامل ازاي. بعدين هناخد بعض الامراض بقى زي الهيموفيليا، هناخد الفونفلبران ديزيز، هناخد الدي اي سي، وهناخد البليدنج في الليفر ديزيز. دي كده المواضيع اللي احنا هنناقشها النهارده باذن الله. نبدا باول حاجه وهي الهيموستيس. تفتكروا احنا لما بننزف الجسم بيسكت؟ اكيد لا، مبيسكتش ابدا. كده هيحاول ان هو يعوض الموضوع او يتصرف او يحافظ على الدم ده. يا جدعان لا ما نخرجوش، لا ما نعملش. يبقى هو دي عمليه موجوده جوه جسمنا على طول، هي دايناميك مش بس لما تعور، هي موجوده عموما. ان احنا في دايما توازن بين الحاجات اللي بتجلط والحاجات اللي بتعمل سيوله، عشان كده مش كلنا بنتجلط، وعشان كده دمنا مش سائل على طول، او مش بننزف كده مش اول ما تخبط هلاقي فيه هيماتومه اتجمعت تجمع دموي تحت الخبطه اللي انا خبطتها. مش كلنا كده ليه؟ لان مش كلنا عندنا مشاكل في الهيموستاسيس. يبقى هو بالانس ما بين الحاجات اللي بتعمل نزيف والحاجات اللي بتعمل جلطات، ما بين الثرومبوزس وما بين البليدنج. وفي نفس الوقت يبقى كده اقدر اعرفه ان هو بروسيس تو بريفنت اند ستوب بليدنج مينينج تو كيب بلاد وذين ا دامج بلاد فيسل. احنا جوه على فكره يا جدعان جوانا الفيسلز ممكن تتعور، بس هل جسمنا بيسيبها متعوره كده وتنزف جوانا؟ لا. وناخد بالنا من حاجه، لما اقول انا عايزه احافظ على الدم جوه البلاد فيسل، ما بقولش انا عايزه احافظ على الدم جوه الجسم، بمعنى ان لو الفيسل اتخرم او اتقطع او ايا كان الانجري اللي حصلت له جوه الجسم، ده يعتبر انترنال هيمريج حتى لو الدم مش باين لي من بره. تمام؟ يعني ده يعتبر ايه؟ نزيف برضو. وخدناه في الانيميا في المحاضره اللي فاتت، قلنا ان ده كان برضو اعتبره ايه، ان هو بينزف، فده برضو تعتبر ان هو بيفقد دم. طيب نيجي بعد كده نشوف بقى الهيموستاسيس ده عباره عن ايه. دلوقتي حصل فاسكولار انجري، اول حاجه بتحصل هي الفاسل فيز او الفاسكولار فيز. يبتدي الفاسل ده يطلع بعض السبستنس، ومن غير ما نخش في تفاصيل وايه السبستنس تطلع مش لازم نعرف، المهم نعرف ان السبستنس تطلع دي هتعمل لي فازو كونستريكشن. طب انا استفدت ايه لما حصل فازو كونستريكشن في الفاسل اللي عمال ينزف ده؟ كميه الدم بقت اقل، حلو، وكمان بطأت السيركيليشن. ايه يعني بطأت السيركيليشن؟ استفدنا ايه لما بطأتيها؟ لا استفدنا جامد. ده بص بقى، تبطيء السيركيليشن ده هيخلي البليتلتس تبدا تخبط في الفيسل وول. وايه اللي يحصل لما الفيسلز لما البليتلتس تخبط في الفيسل وول؟ تلزق فيه عن طريق الفون فيلبران فاكتور. وناخد بالنا من الكلمه دي، فون فيلبران فاكتور هو اللي هيخلي البليتلتس تلزق في الاندوثيليا الايه فيسل. حلو تمام، او في الاندوثيليوم يعني. يبقى كده ايه، انا اول حاجه عملتها هي الفاسل فيز، عملنا بيه فازو كونستريكشن عشان نقلل الدم اللي بيفقد وعشان نبطئ السيركيليشن. حلو، فكره الانجري دي خلت برضو البليتلتس اكتف عشان برضو السبستنس اللي طلعت، وكمان عشان السيركيليشن بطئت بسبب الفازو كونستريكشن، بدات البليتلتس تتجمع على بعضها وتشتغل وتعمل لي البليتلت بلج. كده احنا لصمنا الموضوع، عارف لزقناه بحته ايه، بلاستر كده. ده اسمها ايه، برايمري هيموستاسيس. كوننا فيها البليتلت بلج، ده كده البرايمري هيموسيس. يدوبك لزقناها بحته بلاستر لغايه ما نبقى نجيب امير ولا نجيب اسمنت نعرف نحطه. حلو، نيجي بعديها نفس الفكره، الانجري اللي احنا عملناه ده طلع حاجه اسمها تيشو فاكتور. ناخد بالنا منه قوي، تيشو فاكتور ده هقوله بعد شويه في كواجيليشن كاسكيد. تيشو فاكتور بالاضافه للبليتلتس اللي احنا عماله تتاكتف دي، مين اللي هيشتغل؟ البليتلتس دي دايما كده كنا بنجيبها مع سيره الكلوتنج فاكتورز، فيبدا الكواجيليشن كاسكيد بتاعي يشتغل. طب وايه يعني لما يشتغل؟ لا ده هم دول الامير اللي هنكمل بيه اللزق. بلاستر ايه يا عم انت، ايه بليتلت بلاج دي؟ لا ده احنا ننشفها بقى ونروح جايبين فيبرينوجين نحوله لفيبرين. فيبرين ده ماده حلوه كده تعرف تكون لي بتاعه كويسه، بلاد كلات كده تبقى امير، لازقين الفيسل بامير حلو، نعرف يتلزق حلو جميل معانا. ده كده عملنا السكندري هيموستاسيس، ده بيبقى في حوالي في خلال 4 لـ6 ساعات كده وبتاع. نيجي بعديها يبتدي يحصل ايه، يقول لي طب ما هو ممكن الجسم هيسيب فيه جلطه، يعني تعتبر زي جلطه هتتكون جوه الجسم، الجسم هيسيبها؟ لا طبعا الجسم مش هيسيبها، الجسم هيسيب الجسم يتجلط؟ لا. ففي حاجه اسمها ايه، الفيبرينولايسيس، وان هو يكسرها، بس ده بيشتغل متاخر شويه في حته حاله الانجري دي، هو هيشتغل متاخر. يعني هيجي بعد فتره بعد ما نكون احنا خلاص بقى ايه، مش بقى امير ده بقى اسمنت،
هيجي هو يتاكد ان مفيش جلطات حصلت في حته تانية. ما هو كلوتنج فاكتورز اتاكتفوا والبليتلز اتاكتفت، ما ممكن تروح تعمل لي ثرومبس في حته تانية يتاكد يا جدعان لا اي حاجه جديده بتتكون دوبوها، ما بقى فيش غير دي بس اللي سيبوها مش هيعمل لها حاجه. وعندنا في نفس الوقت ايه، احنا ده كده الناحيه اللي بتتكلم عن ايه، عن احنا هنعمل ثرومبس، احنا هنقفل الفاسل انجري. بس في حاجات العكس اللي هي انتي ثرومبوتيك كنترول ميكانيزم، واحنا بنقول ان في توازن بين الاثنين. احنا النهارده بنتكلم على ايه في المحاضره بتاعت النهارده؟ البليدنج ديس اوردرز. عشان كده اللي انا بشرحهم دلوقتي هو الميكانيزم اللي احنا هنقدر ايه نمنع بيه البليدنج. طيب نيجي دلوقتي لحته الكواجيليشن كاسكيد اللي كنا بنتفق عليها. بص يا ستي، الكواجيليشن كاسكيد بينقسم عندنا لانترنسيك باس واي واكسترنسيك باس واي وكومن باس واي. بدايه سهله. تاني حاجة، احنا عندنا كام clotting factors؟ بيترقموا من 1 لـ13، بس هما في الاصل 12. ايه بقى في حاجة كده مختلفة؟ اصل في فاكتور 6، مفيش حاجة اسمها فاكتور 6، شطبوا رقم 6 عندهم الله اعلم ليه، المهم مفيش حاجة اسمها فاكتور 6، هما 12 مترقمين من 1 لـ13. دي اول معلومة نبقى عارفينها. تاني معلومة بقى، ماشي، ان كلهم او اغلبهم يعني بيتصنعوا من الليفر، بالتحديد من الهيباتوسايتس اللي هي الخلايا تحت الليفر، ما عدا مين؟ ما عدا فاكتور هناخده اسمه فاكتور 3، ده اسمه التيشو فاكتور، هنقول بعد شويه عنه. فاكتور 4، فاكتور 4 ده اللي هو مين؟ ده الكالسيوم. فاكتور 4 ده الكالسيوم، فطبعا الكالسيوم اكيد مش هيتصنع من الليفر يعني. وبعدين بيقول لك فاكتور 8 او لا، ايه ده ازاي يعني؟ اصل فاكتور 8 بيتصنع من الساينوسويدز بتاعت الليفر، فمش عارفين نحسب ان هو تبع فعلا الليفر ولا مش تبع. حلو، دي كده على جنب. برضو نيجي بعد كده بقى نحاول نعرف كل باسوي بيشتغل ازاي. بعيدا عن الرسومات الغريبه دي، نحاول ايه ناخد رسمه ابسط شويه. احنا عندنا ايه؟ قلنا انترنسيك واكسترنسيك. الانترنسيك ده بيبقى عباره عن ان البليتلز اشتغلت، البليتلز لما اشتغلت راحت هي مشغله فاكتور 12، وفاكتور 12 ده بيتميز بميزه رهيبه انه بيشغل نفسه، بيخش في فيشس سيركل. والله انت اكتفيني مره وانا هقعد الف 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 ازود في نفسي. بيسموه الهاجمن فاكتور، اسمه كده هاجمن فاكتور، ماشي. ده مين؟ ده فاكتور 12. حلو، فاكتور 12 ده بص بيصنع نفسه على طول، 12 يروح داخل على 11. احنا كده فوتنا مين؟ ما فوتناش حد، صح؟ 12 بعديها 11 وبعديها بنفوت 10، نسيب 10 وناخد 9 و8. حلو كده، في مشكله. يبقى انترنسيك باس واي بدا بالبليتلتس، اشتغلت على 12 بعدين 11 بعدين 9 بعدين 8، تمام، وبعدين 10 بقى، هنروح ل10 احنا سيبناها في النص دي. ده كده مين؟ الانترنسيك باسوي، وهيوصل ل10 في الاخر. الاكسترنسيك باسوي حصل عندي تيشو انجري. الانجري اللي حصلت دي هتطلع التيشو فاكتور، ودي لسه قايلكم من شويه التيشو فاكتور ده ناخد بالنا منه. هو ده فاكتور 3، هو ده المسؤول عن الاكسترنسيك باسوي. يبقى في رسمه الهيموسيس اللي خدناها من شويه قلنا ان البليتلتس كان ليها دور في كوجيشن كاسكيد، ما هي اللي بدات الانترنسيك، وقلنا ان الانجري كان ليها دور في بدايه الكولاجين كاسكيد، ما هي اللي طلعت تيشو فاكتور اللي هو فاكتور 3. ما شاء الله. طب التيشو فاكتور بقى فاكتور 3، يقول لك انتوا استخدمتوا كام فاكتور في الانترنسيك ده؟ قلنا استخدمنا 4. 3 زائد 4 بكام؟ 7. حلو قوي، بنخش على 7 على طول، فاكتور 7. ايه التفاهه اللي احنا فيها دي؟ وبعدين كلهم في الاخر هيصبوا على فاكتور 10، رقم 10 رقم حلو برده. هنخش على فاكتور 10، وبعدين 10 ده يخش على فاكتور 2 اللي بنسميه ثرومبين. بنسميه ايه؟ ثرومبين، او بيكون برو ثرومبين، لما يتاكتف يبقى اسمه ثرومبين. ناخد بالنا من حاجه برضو، ان الفاكتورز لما بتتاكتف بيكتبوا جنبها حرف الاي، هما كده كده اصلا بيكتبوا باللاتين، انا كاتباه بس يعني بالارقام عشان بس ايه نعرف نحفظها يعني. لكن هو بيكتب باللاتين اللي تبقى اكس بقى اي وفي اي اي وفي اي اي والكلام ده، ماشي. المهم يعني يبقى فاكتور 2 اللي هو ثرومبين هو كان الاصل برو ثرومبين، لما اتاكتف بقى ثرومبين. وفاكتور 2 يروح للاصل بقى اللي هو فاكتور 1، يحوله من فيبرينوجين الى فيبرين. فيبرين ده هو الاكتف فورم، وفيبرين ده قلت لك ده الجميل، ده الفيبرين ده التحفه بتاعنا، ده تحفه فنيه، ده هو ده اللي اسمنت بتاعنا الجميل. فهو الفيبرين ده اللي في الاخر، يبقى كوننا في الاخر البليتلت كلوت المحترمه اللي عملت لي السكندري هيموستاسيس، وانا فخوره بيها جدا. حلو الكلام ده، الباسويز بمنتهى التفاهه. خدنا بالنا ان احنا ما جبناش سيره فاكتور 4 اللي هو الكالسيوم، هو ما بنحتاجوش، لا بنحتاجه يا جدعان، ده ليه دور في تشغيل فاكتور 9 وفي تشغيل فاكتور 7 وفي تشغيل فاكتور 2، بس يعني مش جايين عارفينهم دلوقتي. لو هم مهمين قوي هناخدهم في كلينيكال باثولوجي لو يهمكم يعني في السنه بتاعتكم. طب في فاكتورز ايه تاني ما قلناش؟ احنا قلنا فاكتور 1 جت سيرته، فاكتور 2، فاكتور 3 اللي هو التشو فاكتور، فاكتور 4 قلنا ان هو الكالسيوم اللي بيساعد. فين فاكتور 5؟ فاكتور 5 هو ثانوي يعني. فاكتور 5
بيتاكتف كده مع فاكتور 2 وبيساهم في اكتيفيت فاكتور 2، يعني هو من ده يعني اسمها ايه، هو يعني فاكتور 2 بيشغله وهو بيشغل فاكتور 2، حاجه كده معقده بس مش لازم برضو يتحفز قوي مع الايه مع الباسوي نفسها. 6 قلنا مفيش حاجه اسمها 6، مفيش حاجه اسمها فاكتور 6. و7 خدناه في الاكسترنسك باسوي، و8 و9 وبعدين ال10 11 12 باقي 13. 13 ده بتاع ايه بقى؟ 13 ده بيجي فاكتور 2 بيروح مشغله برضو عشان يشتغل على الفيبرين ويزود الفيبرين اكتر، احنا عايزين كذا حد يجيب الفيبرين، ده اللي بيهاردن الفيبرين يخليه كده يبقى حديد وتحفه وجميل. طيب ايه تاني عايزين نعرفه في حته الكواجليشن باسوي؟ باقي لنا حاجه واحده لازم نبقى عارفينها ونركز فيها برضو، ان فيتامين كي مهم. ايه فيتامين كي ده؟ ايه علاقته بالموضوع؟ دايما تلاقوا كده يقول لك ان الناس عندهم مشكله في فيتامين كي عندهم مشكله في كلوتينج فاكتورز. ليه بقى؟ عشان فيتامين كي مسؤول عن 1972 فاكتور. ايه 1972 دول؟ اللي هم 10 و9 و7 و2، طول عمرنا بنحفظهم 1972 ومحدش يسالني ليه، هي بتحفظ كده 10 و9 و7 و2 بيتاكتفوا عن طريق فيتامين كي بمساعده الكالسيوم برضه، تمام؟ بمساعده مين؟ الكالسيوم، هو بيضيف الكالسيوم عليهم يعني وبيشغلهم. فيتامين كي مهم، هيجي لنا في امراض بعد شويه نقعد نقول وخدنا دواء مش عارف ايه بوظ لي الفيتامين كي، دي دور مهم كده. الكواجليشن باث واي اتعرفت بشكل مبسط. نخش بعدها بقى على الانفستيجيشنز اللي هنشوف بيها حوار الايه الكواجليشن باث واي. نيجي بعد كده للانفستيجيشنز اللي عندنا دي، هما البي تي والاي بي تي تي والتي تي، ماشي؟ ناخدهم بقى بالراحه كده. اول حاجه البي تي اللي هو بروثرومبين تايم، ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان هما بيجيبوا بلاسنتا من اي انيمال اوريجين وبيحطوا عليها الدم. طب ايه الهدف يعني؟ البلاسنتا دي هتشتغل كانها تيشو فاكتور، بتشتغل كانها ايه؟ تيشو فاكتور. ولما يحطوا عليها الدم تيشو فاكتور، يبقى تيشو فاكتور ده اللي هو فاكتور 3، يبقى كده هتشغل الاكسترنسك باسوي. يا سلام، فعلا اهي ميجر الاكسترنسك باسوي. يبقى بروثرومبين تايم مسؤول عن ان هو يعرفني الاكسترنسك باسوي شغال حلو ولا لا. النورمال بتاعه 15 ثانيه، بي تي اهو حروفه قليله تبقى ارقامه قليله، 15 ثانيه بس. هيطول امتى؟ لو حاجه من بتوع الاكسترنسك باسوي مش شغالين، عيان عنده ليفر ديزيز. انت قلت ان الليفر بيصنع كل الفاكتورز، طب ما كده فعلا فاكتور 7 مش هيبقى موجود، وده كان ليه دور فعلا في الاكسترنسك. لو فيتامين كي ناقص، فيتامين كي مسؤول عن 1972، ايه ده 7 برضو، ده كان ليه علاقه بالاكسترنسك برضو، هيبقى برولونجد. الانتي فيتامين كي دراج، ادويه ضد الفيتامين كي زي الوارفرين، شفت لك ركز على فيتامين كي مهم مهم فيتامين كي. طيب الاي بي تي تي اللي هو الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، بالراحه جدا بالراحه، ده عباره عن ايه؟ برضو بياخدوا، بس هنا بياخدوا بلاسنتا بس حته من البلاسنتا، بس دي مليانه فوسفوليبيدز. الفوسفوليبيدز دي اصلا هي اللي البيتس بتطلعها عشان تشغل فاكتور 12، فهو بياخدوها بياخدوا الفوسفوليبيدز دي متاكتفه كده وحلوه ويحطوها على الدم ويشوفوا هل الانترنسك باس واي هيشتغل ولا لا. يبقى ده لعب على حته ايه؟ حته الفوسفوليبيدز بتطلع من البليتلتس، يبقى ده شغال على الانترنسك باس واي. يبقى ده هي ميجر الانترنسك باس واي، حروفه كتيره تبقى ارقامه كتيره، 35 ثانيه. شوف ارقامه بقت ايه؟ الضعف وخمسه، يبقى 35 ثانيه. امتى يطول؟ برضو في الليفر ديز. ايه بقى الليفر ديز بيطول الاثنين؟ بيطول الاثنين، ما يطولهمش ليه؟ الليفر ديزيز يا جدعان ما هو كده كل الفاكتورز مش موجوده برضو، يبقى هيطول معاهم ولا لا؟ هيطول، ما عنديش الفاكتورز اعملهم. حلو. الانفراكشنيتد هيبرين، الهيبرين برضو يا جدعان، الهيبرين ده بيشتغل على بيستيميليت الانتي ثرومبين 3، والانتي ثرومبين 3 ده بينهبت فاكتورز 2 و9 و10 و11 و12، كل دول داخلين معانا فين؟ في الانترنسك وفي في الكومن باسوي. هناخد الانتي ثرومبين والانفراكشن هيبرين دول بعدين، بس خلينا دي في الايه في الحاجات دي ابقى عارف بس ان ايه لما باخد في الادويه مين اللي بيزود البي تي؟ الوارفرين، وبنتابع الوارفرين بالبي تي. ومين اللي بيزود الاي بي تي؟ الهيبرين، وبنتابع الهيبرين برضو بالايه بالاي بي تي تي. طيب ايه بقى ثرومبين تايم ده؟ لسه شويه واخدين ثرومبين ده كان مين؟ كان فاكتور 2. كان بيعمل ايه؟ كان بيحول فيبرينوجين لفيبرين عشان نكون فاكتور 1 الاكتيفيتد. حلو، هو ده ثرومبين تايم. بشوف هو الثرومبين هياخد وقت قد ايه عشان يحول فيبرينوجين لفيبرين، وهنقول برضو ده هيتاخر في مين، وغالبا برضو هي ايه هيتاخر في الليفر ديزيز، هيبقى طويل في الليفر ديزيز. ليه؟ ما هو برضو ما بيصنعش فيبرينوجين، فمش هنعرف الثرومبين مش هيعرف يكون ايه فيبرين ولا اي حاجه. ماشي. نيجي بقى للجد، الجد اللي هي اسباب البليدنج ديس اوردرز. ايه اسباب البليدنج ديس اوردرز؟ والله احنا خدنا في الهيموسيز من شويه ان الموضوع كان معتمد على الفصل، لازم الفيسل كان يعمل فازو كونستريكشن، ولازم كان يبقى جواه كولاجين عشان يروح يشوف البليتلت، ومش عارفه لازم كان يطلع لي تيشو فاكتور. ده الفيسل كان مهم. ايه كمان؟ شفنا ان البليتلت كانت بتحتاج تعمل لي بليتلت بلاج، وبتحتاج تعمل لي بليتلت كات بعد كده. ايه ده اللي كانت محتاج كمان كواجليشن فاكتورز؟ حلو قوي،
لو وصلنا للمعلومة دي يبقى احنا عرفنا ايه اسباب بليدنج ديس اوردرز. اسبابها مشكلة في البليدنج فيسل، يا اما مشكلة في البليتلت، يا اما مشكلة في الكواجليشن. منطقي جدا، يبقى اي حاجة من دي هتبوظ هتعمل لي بليدنج ديس اوردر. نبدأ بأول حاجة، البليدنج فيسل بوظ. ايه اللي بوظ البليدنج فيسل؟ بنحفظهم الاكوايرد كوزز، يعني بتحفظ بستة اس. ايه الستة اس دول؟ سكيرفي، هقول لك ايه سكيرفي دلوقتي، سينايل بيربرا، السيستميك لوبس اريثروماتوزس اللي هي الذئبه الحمراء، تاخد بالتفصيل بقى معايا بعد كده، سبتسيميا، توكسينز اللي بتطلع دي هتدمر الفيسل اكيد، الاسترويد كان بيلعب برضو على الانتجريتي بتاعه الفيسلز بيأثر عليها، والهينوكشن لاين ايه بيربر. هينوكشن لاين بيربر ده هايبر سنسيتيفيتي كده تايم 3 تايب 3، بيعمل فاسكولايتس، غالبا بيجي في الاطفال بعد ستريبتوكوكال انفكشن، بس يعني هو مش عليكم النهارده يعني. طب ايه اللي يهموني فيهم؟ الاثنين مكتوبين عندكم في المحاضره، هما السكيرفي والسينال بيربرس. السكيرفي ده اللي كان بيقول لك عليه مرض البحاره زمان، او السيلرز ديزيز حاجه كده، لما كان بيقول لك بيبحروا في السفن وقعدوا شهور وسنين دون فيتامين سي فجولنا بليدنج جمز. اه حلو، يعني ايه بقى؟ يعني هما حضرتك فيتامين سي كان بيساهم في الانتجريتي بتاعت البلاد فيسل، لما هما ما خدوهوش بقى عندهم بليدنج ديس اوردر. حلو، سكيرفي سهل، ده اقصد فيتامين سي. والسينال بيربر ده بيحصل مع العمر، الكولاجين بيقل في البلاد فيسل، بيعتبر بناين ديزيز، بيقل الكولاجين اللي في الفيسلز ويعمل لي ايه؟ سينايل بيربر. نيجي بقى كده البليتلتس. البليتلتس يا اما هتكون نقص في عددها اللي هو ثرومبوسايتوبينيا، يا اما هتكون نقص في الايه؟ في شغلها، يعني هي موجوده بس ما بتشتغلش، اللي هي ثرومباثينيا، اللي هناخدها بعد التفصيل في السلايد الجاي. طب الكواجلوباسي، الكواجلوباسي عندنا اللي هي يا اما تكون اكسترنسك، يا اما يعني ضربت الاكسترنسك باسوي، او ضربت الانترنسك باسوي، او ضربت الاثنين مع بعض كومبايند اكسترنسك وانترنسك. طب ده ممكن يبقى زي ايه؟ يعني لو انا فكرت كده، عيان اتولد عنده نقص في الفاكتورز، في ناس هيرديتري اتولد عنده مشكله في الفاكتورز زي الهيموفيليا مثلا. الهيموفيليا دول بيبقى عندهم نقص في فاكتور مثلا 8، نقص في فاكتور 9، نقص في فاكتور 11 على حسب نوع الهيموفيليا. يكون عندهم فون فيلبران ديزيز مثلا، هقول لك ليه عشان الريزيز ده هناخده بالتفصيل. يكون عندهم مرض يقلل لهم الفاكتورز، يعني عندهم مثلا ليفر ديزيز مثلا، ما الليفر ديزيز هي ايه؟ مش هيصنع الفاكتورز، فبقى عندهم كاجريشن فاكتورز فيهم مشكله. لو بياخد وارفرين مثلا بيقللوا الفيتامين كي، فمش مشغل 1972 ال 10 وال 9 وال 7 وال 2، فبرضه ده كده ايه؟ هيبقى عنده مشكله في كولتنج فاكتورز. نيجي بقى نتكلم بالتفصيل عن بتوع الايه؟ البليتلت. اتفقنا ان هي ممكن يكون ايه؟ يكون قل عددها، ده اللي احنا بنقول عليه ثرومبوسايتوبينيا، او يكون موجوده بس مش شغاله، الفانكشن بتاعتها قلت، يبقى دي اللي هي ايه؟ ثرومباثينيا. تمام كده، دول اول حاجه نبقى عارفينها. طيب هي تقل ليه؟ ايه اللي يخلي العدد يقل؟ يعني انا لو العدد هيقل غالبا ما بنصنعهاش، او بتتصنع وبتترمي في الزبالة، او بتستخدم كتير ففقدناها. يبقى انا كده فاهمه ان العدد يقل بسبب ايه؟ يا اما ديكريز برودكشن، يا اما انكريز في اللوس في البريفيرال سيركيوليشن. طب هو انا ايه اللي يخليني ما صنعهاش؟ مين اللي بيصنعها؟ البون مارو. يبقى اكيد ممكن تكون مشكله في البون مارو، زي بون مارو ديزيز وبلاستيك انيميا بقى اللي هي مايلي بروليفيرتيف ديزيز، الحاجات دي. وخدنا في بتاعه الانيميا اللي اسمها محاضره الانيميا، يعني قلنا الناس اللي بيجي لهم فيتامين بي 12 او فوليك اسيد ديفيشنسي انيميا بتقل عندهم كل الخلايا، وكان من ضمنهم البليتلتس، فكان بيبقى عندهم ثرومبوسايتوبين. طب هو انا ازاي افقدها بقى في البريفيرال سيركيوليشن؟ هفقدها في البريفيرال سيركيوليشن يا اما ان هي تستهلك كتير، يا اما حد بيكسرها. ده منطقي، يبقى انا يا اما هي بتستهلك كتير، يا اما ايه؟ حد بيكسرها. بتستهلك معنى كده احنا بنستهلك يا جدعان، مفيش حد بيكسرها ولا حاجه، معنى كده الجهاز المناعي بريء منها. امال ايه اللي بيحصل بقى؟ بيحصل يا جدعان ثلاث حاجات مهمين اسمهم تي تي بي، اتش يو اس، دي اي سي. دي اي سي هناخدها بالتفصيل على نفس الوحده. تي تي بي بقى والاتش يو اس دول مكتوبين كده كاسماء، نبقى عارفين هم عباره عن تي تي بي دي ثرومبوتيك ثرومبوسايتوبانيك بيربرا، والاتش يو اس هيموليتيك يوريميك سيندروم، والدي اي سي اللي هي ديسيمينيتد انترافاسكولار كوجلوبس. بالراحه جدا، التي تي بي والاتش اس دول ليهم قصه مع بعض. يعني بيقول لك ايه دلوقتي؟ احنا كان بيبقى عندنا الجين، الجين ده مسؤول عن ان هو يطلعنا انزيم، الانزيم ده كان بيكسر فون فيلبران فاكتور. فاكرين فون فيلبران فاكتور ده اللي كان بيلزق البليتلتس في الاندوثيليوم؟ فقال لك في العيانين دول هيبقى الانزيم ده باظ مش شغال، ايا كان السبب بقى. ممكن الموضوع يكون جاي وراثه، يكون جاي يا سيدي خدوا دواء عمل كده، يكون في توكسين دخل هو اللي عمل كده، ملناش دعوه. المهم ان الايه؟ الانزيم ده بقى شغال، فالفون فيلبران فاكتور بقى موجود بكميات كبيره جدا. طب وبعدين بقى موجود بكميات كبيره، قعد يجيب بليتلز ويلزقهم في الايه؟ في الفيسلز، ويعمل ايه لما هم هيلزقوا كده؟ ثرومبس. ايه يا ميه ده ثرومبس؟ البليتلز هي بقت كتيره، لا عماله استهلك فيها، عماله اخلصها،
ريكرنت رومباي ريكرنت رومباي، يقعد يستهلك في البيتس لغايه ما العيان في الاخر ايه ينزف من اقل حاجه، لان يعني البيتس كلها استهلكت. مش بس كده، هو لما كون من البيتس دي لزقها في الانسولين وبدا بقى الكواجيشن كاسكيد، وفي الاخر كونت الفيبرين. الفيبرين ده ناشف يا جدعان، لدرجه ان الريبلت سيلز لما بتيجي عليه بتتكسر. فسموها حتى مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا، مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا بتتضمن الثلاث حاجات دول، عشان الفيبرين ايه بيجي ويكسر عليه الريبلت سيلز، كمان بيبقى عندهم هيموليتيك انيميا. طب يعني عموما التي تي بي دي اصلا بتحصل مع ايه؟ قالك ممكن تكون برايمري وممكن تكون سكندري. سكندري بقى غالبا مع دراجز زي الكينين مثلا. وفي بيقول لك ان الست الحوامل في الثيرد ترايمستر كده او بعد ما بتولد بتلاقي بيتكون عندها ريكرنس ترومبوي. الموضوع مش عليكم قوي تفاصيل، بس احنا قلناها بشكل مبسط. يعني الهيموتيك ريمكس سندروم دي بتحصل نتيجه الشيجيلا، تعرفوها البكتيريا الشيجيلا دي كانت بتطلع شيجا توكسين بيعمل الافكت ده، او الايكولاي بيطلع شيجا لايك توكسين، يعني توكسين شبه بتاع الشيجيلا بيعمل كده برضو. تمام، دي كده بمنتهى ايه البساطه عشان نبقى قلناها. نيجي بعد كده ايه اللي ممكن يدمرها لي بقى، يعني ايه الحاجه اللي ممكن تيجي تدمر؟ اكيد جهاز المناعه، هو هيسكت جهاز المناعه بتاعنا؟ جهاز المناعه هو اللي هيجي يدمر الايه البليتلز، زي مثلا الاي تي بي او هايبر سبلينيزم او سيستميك لوبس. اللي يهمنا الاي تي بي، الاي تي بي اللي هي الاميون ثرومبوسايتوبينيك فيربرا، ده بيبقى اوتو اميون ديزيز بيطلع كده ضد البليتلز، اغلبه بيبقى في الاطفال بعد ما بيجي لهم كده فايرال انفكشن. لو بعد كده بدات الجهاز المناعي يضرب البليتلز ده بيكون اميون ثرومبوسايتوبينيك فيربرا. تمام، ده كده خلصنا من ان هي عددها قليل. نيجي بقى المشكله في الفانكشن اللي هي ثرومباثينيا، ما بقتش شغاله. ايه اللي يخليها مش شغاله؟ والله ممكن برضو تكون امراض وراثيه، وممكن تكون الموضوع ايه احنا اكتسبناه، خدنا حاجه بوظت الفانكشن. الامراض الوراثيه دي هناخد فيهم الفون في البراند ديزيز، اللي هو لسه قايلين عندي دلوقتي فون في البراند من شويه. فون في البراند ده فظيع اصلا، مهم عشان كده الداس حاطينه لكم. فهو الفكره في ايه؟ ان الفون في البراند فاكتور ان هو كان بيلزق البليتلتس في الاندوثيليوم، طب ما كان مش تلزق، يبقى انا عندي ادهيجن ديفكت، يعني فون في البرون هيعمل لي كده ايه ادهيجن ديفكت. في امراض تانية كتير هتاخدوها غالبا في كلينيكال باثولوجي، جلانز من بقى والحاجات دي، وتبقى بتعمل مشاكل تانية يعني الخلايا بتشتغلش باسلوب تاني. طيب اكوايرد زي ايه؟ اكوايرد ممكن يكون دواء هي خليته زي مثلا الاسبرين، زي النون سترويدلز الحاجات دي، او ممكن يكون ديزيز يوريميا برضه توكسينز بتطلع بتدمر الفانكشن بتاعتها. دي كده الايه الحاجات اللي في بليتلتس. ركزي على الحاجات، ركزي على الحاجات هتتحط تحتها خط، لان دي اللي مكتوبين اساسيين في المحاضره. ماشي، سهله سهله كده توزيع البليتلتس، وكده قلنا الكودز بتاعه البليدنج. نيجي بعد كده العيان هيجي لي ازاي؟ ايه الكلينيكال فيتشرز اللي هتبقى عنده؟ اكيد بينزف، يعني هي كودس اوف بليدنج ديس اوردرز، اكيد بينزف. هو بينزف من مكان معين، بينزف بصفه عامه من كل الاورفيسز اللي عنده، المهم ان في بليدنج. ناخد بالنا بقى ان لو في مشكله في البليتلتس، العيان بيبقى عنده حاجه اسمها سكين او ميوكوزال بليدز. حلو، هو مالتيبل ريكورنت بليدنج، قلت لكم الفيسلز طول ما احنا شغالين ممكن ايه تتعور، تتخبط في اي حته. كلنا لما بنخبط بنقعد ننزف، لا عادي ممكن تتخبط خبطه وتعدي. الناس دي بقى هيبقى عندهم كل خبطه بطشه، بطشه كده بروزس وايكيموزس، حتت كده مزرقه، حتت بيربل، حتت الوان بقى، عارف عاملين تكنيك كولرز كده في ايه في الارمز والليجز، هي الاماكن اللي ممكن تتخبط، الاماكن اللي ممكن يكون فيها تروما. وفقا للمحاضره لو البوزز دي او الايكوموزز من 1-2 ملي هيسموها بيتيكي، ولو 3 ملي او اكتر هيسموها بيربرا. ليه بقى؟ وفقا للمحاضره اللي هي مختلفه في كتب كتير، فيعني نعتمد على المحاضره اللي كاتبها لكم كده. كل كتاب بيقسمها بطريقه معينه، كلام فاهم. من 1-2 ملي بيتيكي، 3 ملي اكتر بيربرا. قولي مين، طب انت لسه قايله من شويه سينايل بيربرا كانت فاسكولار، كانت مشكله فاسكولار، كانت مشكله في بليدنج. بس عشان نفرق بين البيربرا اللي بتحصل نتيجه فاسكر واللي بتحصل نتيجه بليتلتس، ليكوا يعني بتعرفوا ان البيربرا اللي بتبقى نتيجه فاسكر بتبقى اليفيتد، بيسموها حتى اليفيتد بيربرا، ان هي تعمل بيربرا تكون ايه اليفيتد بالبابل كده، وغالبا تبقى مع تروما، لازم الفيسل يتعور عشان تحصل. لكن بتاعه البليتلتس بتبقى مش اليفيتد، وممكن تحصل مع تروما، ممكن تحصل من غير تروما. لو كان بقى يعني المشكله كانت يعني البليتلتس كان عددها قليل قوي او قلت فجاه، ممكن تحصل كمان مع سبونتينيوس، وده اللي بيخوفنا منها اكتر يعني. ويجي معاها كمان ايبيستاكسس بقى وانترافاسكولار هيموريدج والكلام ده كله، ده يحصل مع البليتلتس اكتر. كمان حته الووند بليدنج بقى ده يهمني عموما، انه لما بينزفوا يعني انا لو عملت بس اي جرح تلاقي عمال ينزف ينزف ما بيلمش خالص، ما البليتلتس مش موجوده اصلا، مفيش حد يلحقه، مفيش حد يعمل اي حاجه. نيجي للكواجليشن، لو مشكله في الكواجليشن فاكتورز، يعني العيان بيجي ايه بيتكون عنده هيماتومز، يعني تخبط ويفضل الدم يتكون تحت الجلد، يتكون تحت الجلد. لو ما عندوش مشكله في البليتلت، البليتلت هيكون بليتلت ايه بلج، بس مش هيكون عندي كلوت لان مفيش كلوتنج فاكتورز جت، فانا كاني عملت برايمري هيموستاسيس بس، والجوين بتاعته ينزف. ديليد ووند بليدنج ده انا قصدي عليه ان هو مش هينزف على طول، ما هو في بليتلت هتيجي تلزق الدنيا في الاول لكن مفيش حد هيكمل، فاهم؟ فهتلاقيه بينزف بعد كده، ان البليتلت دي مش هتعيش، دي بليتلت بلج هبله هتروح،
ويروح من كم نزيف، عشان كده يقول لك عليها delayed wound bleeding. يبقى انا عندي immediate مع البليتلت و delayed مع مين؟ مع الكواجريشن. يعني سهله، سي مع دي، سي وراها دي على طول، يبقى كواجريشن وراها delayed. بعد كده ليه اول درس معانا اللي هو الهيموفيليا. الهيموفيليا بتبقى مشكله فين؟ هو في منها هيموفيليا ايه وفي منها هيموفيليا بي، ومش ناس مش بتدور هي انهي نوع من الهيموفيليا، في الاول وفي الاخر كلهم هيطلعوا بنفس الاعراض يعني. وفي هيموفيليا سي كمان. هيموفيليا ايه اللي هي بيكون نقص في فاكتور 8، هيموفيليا بي بيكون نقص في فاكتور 9، هيموفيليا سي للمعرفه بيكون نقص في فاكتور 11. وهيموفيليا ايه وبي الاثنين على فكره اكس لينكد ايه ريسيسيف ديزيزز، وراثه يعني. يعني انا اسالكم شويه ان هي تكون مشكله في الكاجريشن وتكون مشكله ايه هيريديتري هي الهيموفيليا. العيان ده هيبقى عنده ايه؟ والله يا اميره في كلوتنج فاكتورز مش موجودين، عنده نقص في كلوتنج فاكتورز، فاكتور 8 بقى او فاكتور 9 ايا كان. يعني كده كده بيأثروا على فين؟ على الانترنسيك صح؟ 8 و9 دول تبع الانترنسيك، فمش ايه مش شغالين. فالعيان ده هيبتدي ينزف، بيكشفوها زي ده وراثه صح؟ يعني اول ما يتولد يقول لك العيان وهما بيطهروه بيعملوا السيركمسيجن نزف 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 ونزف مش عارفين يوقفوه كده. عشان كده الجراحين الشاطرين اللي بيطلبوا يعني قبل ما الطفل يجي لهم يقول لك عنده حاله طهاره، تلاقيه طلب كلوتنج تايم، يقول لك اشوف كده الكلوتنج فاكتورز هيطول ولا لا، اعرف الطفل ده عامل ازاي. فدي بيطلبوها فعلا الجراحين يعني كويسين. ماشي. افتر سيركمسيجن او توس اكستراكشن او تروماتيك، يعني اي حاجه تخليه يتخبط تلاقيه عمال ينزف، يشيلوا له سنه تلاقيه عمال ينزف، في الطهاره عمال ينزف، فبغيهم يكتشفوا بعد سيركمسيجن. وفي ناس طبعا ما بياخدش بالها، يعني يقول لك نزف عادي ما كل العيال هينزلوا دم مع الطهاره ويطنش يعني. وعشان كده يكتشفوها مع توس اكستراكشن بقى لما يكون كبر شويه. بس طبعا بيبقى عايش طول الفتره ايه موضوع صعب عليه. ليه؟ اي طفل بيعمل ايه؟ بيجري بيلعب بيقع بيتشعبط بكل حته. فاول حاجه هتتاثر عندنا هي الجوينتس، يجيله هيمارثروزس عن جوينت، الدم جمع دم فيها لغايه ما يوصل لمرحله الانكيلوزس، يعني ان اللي بقى فيكسد جوينت من الهيماتوما دي موجوده كده عماله تكبر تكبر، بوظت الجوينت خالص. تيجي يتجمع هيماتومز، ما هو الدم يا جدعان هو خبط ومفيش حد بيصلح، كودنج فاكتورز مش موجوده، اتجمع هيماتوما في السوفت تيشو، بيدوا له حقن تطعيمات، تلاقي بعد كل تطعيم تكون عنده بقى حته ورمه كده. وطبعا في ناس تطنش تقول لك مش مشكله طبعا التطعيم اكيد دي من مضاعفات التطعيم. لا هي مش مضاعفات التطعيم، مين قال تطعيم يجيب ورم ويخلي مش ورم ورم انا قصدي يعني يبقى حته ورمه يعني. فيقول لك بعد انت ماسك انجكشنز او بدا يتحرك او ما الطفل يبدا يتحرك، ممكن هو بيبي ما ياخدوش باله، لكن لما يبتدي يتحرك ويتخبط كتير يلاقي بقى بدا يتجمع بقى في السوفت تيشو دي، في كل مصل بقى متكون فيها حته هيماتوما، لدرجه ان ممكن تحصل مصل اتروفي، التندنز نفسها تقصر يحصل شورت تندنز. طب ممكن كمان ينزل في اماكن ثانيه في اليورينري تراكت، بيجيب بقى بليدنج في اليورين. يحصل في سي ان اس، ده اللي يخوفني بقى ان يكون حصل انتراكرينال هيمرج، اخاف ممكن تجيله بعد كده باراليسيس في حته على حسب هو هيحصل انتراكرينال هيمرج فين. واحيانا ممكن تيجي في صوره ايبيليبتيك فيتس، بدا يجيله نوبات صرع بسبب ان حصل انتراكرينال هيمرج. مين اكتر حاجه بتحصل؟ هي الهيم ارثروزس، هي الموست كومن، هي حوار الهيم ارثروزس ده، دي اكتر حاجه بتحصل انه على طول فعلا هيتخبط في الجوينتس اللي هي في القلب وفي النيه في الحتت دي. واكتر حاجه تخوفني هي مين؟ طبعا هي السي ان اس اللي هي الانتراكرينال هيمرج. العيانين دول لازم اخد بالي منهم جدا، بيبقى البريكوشن الموضوع وراثي فعلا مفيش حل يعني. فبنقول لهم ايه؟ لازم نقول لهم يتجنبوا اي تروما، ويتجنبوا ان الطفل ياخد اي انتي بليتلت مش ناقصين، هي البليتلت هي اللي ايه ملصماه، هو عنده مشكله فاكتور فالبليتلت ملصماه شويه، فطبعا ما ياخدش اي انتي بليتلت كده هيروح مننا. ونافويد التروما وبنحاول ان احنا نعوضه بالفاكتورز دي، بس الموضوع بيبقى صعب يعني. احنا بنديهم بقى مش عارفه فازوبريسن يحاول يصنع فاكتور 8 زياده، يعني بنحاول نتصرف يعني نعوضوه كريبليسمنت ثيرابي. يعني الحاجه الثالثه نعمل ريبليسمنت ثيرابي، بس اهم حاجه ما تنساش ان الهيموفيليا لازم ما يتخبطش على قد ما يقدر، ولازم ما ياخدش اي انتي بليتلت خالص. وطبعا حوار ان هم عندهم هيماتوريز لازم يخليني افضل اعمل لهم باسيف اكسرسايز على طول عشان نتجنب ان يحصل فيكس جوينت ويبقى ستيفنس. تمام. ايه تاني بعد كده عندنا؟ الدرس اللي بعديه اللي هو الفون فيلبران ديزيز، ده مهم جدا وهناخد فيه تفاصيل كتيره. سمي الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه احنا عندنا دبلت فيسل. حلو. البلد فيسل ده فيه ايه؟ فيه اندوثيليوم. حلو جميل. وفي ايه؟ في بليتلتس ماشيه. جميل. الاثنين دول بيصنعوا لي الفون فيلبران فاكتور. هو فون فيلبران ديزيز ده يعني مشكله فون فيلبران فاكتور. تمام. مشكله، ها انا ما قلتش نقص، بقول مشكله. الله اعلم تطلع المشكله دي ايه عشان هو في منه انواع. فدلوقتي الاثنين هيصنعوا لي الفون فيلبران فاكتور، سواء كان الاندوثيليوم بتاع البلد فيسلز او البليتلتس نفسها. هو اول ما هم يعملوا كده يروح هو عامل ايه الفون فيلبران فاكتور ده بقى، بيروح جاي يلزق البليتت في الاندوثيليوم،
واول ما هو يمسك البليتد في الاندوثيليوم تبتدي ان هي تتغير في شكلها كده وتبتدي تطلع شويه فوسفوليبيدز بقى، وتبتدي تبدا الكاسكيد بتاعها. ده لما الفونفالبرام فاكتور بيلزقها فين؟ في البليتد. لسه قايلين من شويه احنا خدناها في كذا حته، خدناها في الهيموستيزس قلت لك ركز عليها، خدناها في اللي هم التي تي بي والهيموتوكريميك سندروم، كانت المشكله ان الفونفالبرام فاكتور زاد وبدا يلزقهم زياده. هي دي فايدته يعني؟ هو ده بس شغلته في الدنيا؟ لا، ده كمان بيشتغل كارير لفاكتور 8. كارير لمين؟ فاكتور 8. فاكتور 8 ده بتاع مين؟ بتاع الانترنسك باسوي. ها، فاكتور 8. طيب حلو كده احنا عرفنا هو بيعمل ايه. يبقى انا خدت بالي ان هو بيتصنع من الاندوثيليوم ومن البليتلتس، وان هو بيلزق البليتلتس في الاندوثيليوم، وان هو كارير لفاكتور 8. دي معلومات اساسيه نبقى عارفينها. نيجي بقى كده نقول هو ليه احنا بناخده؟ ليه ده الموست كومن انهيرتبل بليدنج ديس اوردر، اكتر مرض وراثي ليه علاقه بالنزيف، بيحصل واحد في كل 10,000، واحد في كل 10,000. تخيل فكره يعني رهيب، فعلا رهيب. وانا بيعمل حاجه اسمها ايه؟ اديجن ديفكت، صح؟ بيعمل ثرومباثيميا اديجن ديفكت، وكمان عمل نقص فاكتور 8. يا فعلا، لا ده رهيب. طيب في منه تايبس، في منه ثلاث انواع. تايب 1، مش كده بقى في اول هو مشكله، بس ما قلتش هو ايه بقى عشان اقول لك المشاكل دلوقتي. تايب 1 عنده partial quantitative deficiency، يعني هو شويه قليل قليل، ماشي؟ ناخد بالنا عشان دي حته حلوه، يعني معناه كأنه هو مرض سهل شويه. تايب 2 ده كواليتيتيف، موجود بس ما يعملش حاجه، ملوش لازمه، كواليتي بتاعته تقرف تقرف، بلاستيك ما بنعرفش نشتغل بيه. تايب 3 توتال كوانتيتيف، بوم بوم، ده مش موجود اصلا، ده توتال يعني كميته قليله خالص خالص، تمام؟ بقى عارفاهم كده. تايب 1 partial quantitative، حبه مش موجودين. تايب 2 النوع نفسه وحش. تايب 3 مش موجود، توتال كوانتيتيف deficiency. تايب 1 و 2 اوتوزومال دوميننت، وتايب 3 الوحش ده اوتوزومال ريسيسيف من رحمه ربنا عشان ما يجيش كتير، ومش مكتوب عندكم اصلا هو اوتوزومال ريسيسيف، انتوا بتاخدوا كده بشكل عام ان فونفالبرام ديزيز هو اوتوزومال دوميننت، وما ان هو بيكتب في دبليو دي، فدي ان شاء الله يبقى اوتوزومال دوميننت، تمام؟ باذن الله سهل. هيجي بايه اكيد العيان؟ هيجي بينزف، احنا سالين من شويه الكلينيكال فيتشرز، اكيد هيجي ايه؟ عنده ميوكوكيتينيوس بليدنج، بينزف. ده حضرتك عنده مشكله في البليتلز، وعنده كمان مشكله في الاجريشن فاكتورز، فاكتور 8 مش شغال، وكمان البليتلز مالها مش عارفه تلزق في الاندوسيل. حلو، نيجي نفكر بقى احنا هنعالجه ازاي الفولفر براند ديزيز. التفكير بتاعي هيبقى في ايه؟ العيان ده عنده مشكله في الفولفر براند فاكتور، طب ما هنحاول نديهوله، عنده مشكله في فاكتور 8 بنحاول نديهوله. شوف كده مع بعض العلاج يبقى ماشي ازاي. اول حاجه عندنا هي الكرايو بريسيبيتيت. الكرايو بريسيبيتيت ده بيكون عباره عن جزء من البلازما كده، هو الجزء البلازما الوحيد اللي فيه فونفالبرام فاكتور. بص يبقى جواه ايه؟ بيبقى جواه فونفالبرام فاكتور، بيبقى جواه فاكتور 13، شايفين كده، وجواه فيبرينوجين. وفي حاجه مش مكتوبه في البتاع بس هي موجوده فعلا وحتى في المحاضره، ان لو شقلبنا حرف الفي ده هيقلب يبقى ايه؟ 8 بالعربي، صح؟ فهو جواه فاكتور 8. يبقى ينساش ابدا ان الكراي بريسيبيتيت جواه كام حاجه، جواه فاكتور 8 ده ليه يهمني، وفونفال برام فاكتور ده ليه يهمني، لان هم دول انا هعرف اعوض بيهم المشكله اللي عندي، وجواه كمان فيبرينوجين وفاكتور 13، ماشي؟ ما ننساش بقى، ما ننساش ان الفي دي عشان بس مش مكتوبه في البرزنتيشن، ان الفي هنشقلبها هتبقى 8 فيبقى جواه كمان فاكتور 8. يبقى ده الجزء الوحيد من البلازما اللي جواه فونفال برام فاكتور، فعشان كده هنستخدمه. طيب ايه كمان ممكن ادي؟ دي دي اي في بي، اسم معقد جدا، اللي هو يعني هو عباره عن فازوبريسن، بيبقى دي امينو 8 ارجينين فازوبريسن، حاجه كده كبيره. المهم ان ده بيبقى بيعمل ايه؟ الفازوبريسن ده بيساعد على تصنيع الفونفالبرام فاكتور من الاندوثيليال سيلز، يعني يخليه يندوس التصنيع بتاعه. هو ينفع دي في اي نوع؟ لو اديته في تايب 2 مثلا كواليتيتيف هيستفيد حاجه؟ ما كده هيصنع نفس النوع المنايل البلاستيك اللي مش عارف هنستخدمه. طب اديته في تايب 3 هو هيصنع ايه؟ ما هي اصلا ما بتعرفش تصنع، عنده توتال كوانتيتيف ديفيشنسي. مين اللي هعرف اديهوله؟ تايب 1 اللي هو بيصنع سنه، ازق انا السنه الزياده، يبقى البارشل بس هو اللي هيستفيد. يبقى دي دي اي في بي ده بيزود الفونفال برانس فاكتور سكريشن من الاندوثيليوم، وهيستخدم بس في تايب 1. نيجي بقى كده لاخر واحد، حاجه ممكن تستخدمها تايب 2 ده، هسيبهم كده، هو كده جاي فونفال برانس فاكتور بتاعهم لا لازمه له، يبقى انا مش محتاجه اصنع ده، ممكن اديهم ايه؟ فاكتور 8 كونسنتريت. لو المشكله فاكتور 8 ممكن اعوضها لهم، فده بيبقى فايرال ان اكتيفيتد برودكت كده بيجيبوه ويحطوه في تايب 2 وتايب 3. كده يبقى احنا عالجنا الفونفالبرام ايه ديزيز. واهم حاجه مثلا الكرايو بريسيبيتيت كان فيه ايه؟ الكرايو بريسيبيتيت جواه فاكتور 8 وجواه فونفالبرام فاكتور وجواه الفيبرينوجين. ما ننساش ان دي دي اي في بي بيستخدم في تايب 1 بس، وما ننساش ان فاكتور 8 كونسنتريت بيستخدم في تايب 2 وفي تايب 3. نبدا بعد كده بالدي اي سي. دي اي سي مهم جدا جدا، ده اللي هو الديسيمينيتد انترافاسكولار كواجلوبس. واعتقدوا زمان ان هما كانوا بيقولوا لنا ان دي اي سي اختصار لان ديث از كومينج او ديث از كومن،
من كتر ما هو حاجة مميتة جدا. لو عين دخل في دي اسي خلاص بنودع بقى، بنوصل لمرحلة ان احنا بنودعه، لان الموضوع ملوش حل. يعني احنا حتى لو فكرنا فيه بقى دلوقتي نناقش فيه مع بعض الميكانيزم بتاعه، تحس لو المفروض انا اتصرف ازاي دلوقتي، نفسك مش عارف تتصرف فعلا. هي انت بتسلم امرك لربنا بقى. شوف ايه اللي كان بيحصل. الموضوع كالاتي، ان حصل تيشو ديستراكشن او اندوثيريال دامج ايا كان السبب، هنقول بعد شويه اسباب من اللي بتعملها. هي حاجات كتير ممكن تعمل دي اي سي، فهناخد حبه من الاسباب يعني. بس المهم ان ايه، لما حصل عندي تيشو ديستراكشن او حصل عندي اندوثيريال دامج، انا متوقع كده ايه، ان هيبدا الجسم يحاول، يلا يا جدعان لا مش هنسيب الجسم يمشي، مش هنسيبه ينزف. طب هنعمل ايه حضرتك، يلا شغل كل الكلوتين كاسكيد. كلها اشتغلت، كلها عماله تشتغل مع الجسم يا جدعان. ده ايه، احنا بنتكلم في تيشو ديستراكشن، الانيشال دامج على مستوى كبير، ديسيمينيتد، عارفين يعني ديسيمينيتد يعني منتشر، انترافاسكولار اجيلوباسي، يعني هنشغل الجيش ده في كل الفيسلز الموجوده في الجسم. حلو، ده هيخليني ايه، عمال احط جوه الفيسلز فيبرين، وعمالين نعمل ايه، ثرومبس 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 ثرومبس، بنكون ايه، ثرومباي في كل حته. دخلنا في مالتي اورجن فيلير، بتقفل الفيسلز اللي بتغذي الاورجنز دي، دخلت في اند اورجن فيلير كلهم. يبقى عمال اعمل في ايه، في ثرومبوزس. طب انت مش واخد بالك من حاجه، احنا عمالين نعمل ايه، كونسامبشن. ايه ده، انا عمالة استهلك في البليتلتس. مش انا قلنا من شوية ان سبب ان البليتلتس تقل كان انا بفقدها، ان انا بستهلكها، او ما انا عمالة استهلك اهو. كونسامبشن ده ولا مش كونسامبشن، ما شاء الله. يبقى انا عمالة ديبليشن اوف بليتلتس وكلوتينج فاكتورز عليها. العيان كده يحصل له ايه بقى، بليدنج. ما احنا خلصنا كل البليتلتس اللي موجودة وخلصنا كل الكلوتينج فاكتورز اللي موجودة، هيقعد ينزف. العيان ده بقى عنده حاجتين، هو بيكون جلطات وبينزف في ان واحد، ها، في لحظة واحدة في نفس العيان. طب انا المفروض اتصرف ازاي، يعني انا اعالجه على انه مريض بينزف، ولا اعالجه على انه مريض بيتجلط؟ هو ده هياخد ادويه، ده هياخد ادويه. انا اخش بايدي دلوقتي اديت ادويه تجلط، انا عيني هيعمل ايه لو اديت ادويه تجلط؟ ممكن يجلط زياده، اديت ادويه تخليه يا جدعان لا ما ينزفش. طب هي الموضوع معقد. فكده انا مشكلتي ان انا عندي الاثنين مع بعض، عندي ثرومبوزس ومعاه بليدنج، فده اللي مخلي الموضوع ايه، ازمه، ومخليني مش عارفه اتصرف. طيب ايه الامراض اللي بيحصل معاها كده، ايه الكونديشنز اللي شفناها معاها دي اي سي؟ هقول المشاكل اللي كتبت عندكم في الايه، في المحاضره، هنحفظها في سوني تي في. سوني تي في، عارفين سوني، نوع سوني بس بدل اي، بدل واي نخليها اي، ماشي. اول حاجه سبسس، منطقيه، التوكسنز اللي موجوده دي هتروح تدمر كل الفيسلز، تخش على الفيسلز كلها، اندوثيريال دامج في كل حته، سبسس انفكشن في كل الجسم. تاني حاجه الاو اوبستاتريكس، مشاكل تبع اللي هما بتوع النساء يعني، بستريكس زي مثلا امنيوتك فلويد امبوليزم، بيبقى ده حبه من الامنيوتك فلويد دخلوا على الفيسلز وبداوا يدمروا فيها، او ابرابتيو بليسنتي، البلاسنتا نفسها ايه، انفصلت يعني، وبدا يطلع بقى حاجات برضو توكسينز وبتاع وكده، والدنيا لخبطت جدا مع الايه، مع الحاله يعني كلها. ان نيو بلازم الماليجنسي، طبعا هو ماليجنسي ده مش هيسيبنا، ده هيطلع كميه حاجات، الله اعلم هيطلع ايه، وربنا يعافي الجميع يعني. الاي اميونولوجيكال يكون مرض مناعي وهو اللي ضرب كل الفيسلز ودخلنا في دي اي سي. التي زي مثلا هو ساين اميونولوجيك، زي سيفير الرجيك رياكشن او زي ترانسبلانت ريجكشن، دخلنا روحنا اورجن وهو بدا الجسم المناعي يرد عليه، راح مدمر كل الفيسلز وبدا ينشر الثرومبوي في كل حته، او سيفير الرجيك رياكشن. التي بترمز لي تروما او توكسين. تروما زي مثلا هيد انجري، او اتخبط وجاله فات امبوليزم، برضه فات امبوليزم يا جدعان بيدخلني في اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، بيدخلني في برين، في مشاكل في برين يعني. بص هنقلب الدنيا، وبرضه هيسد الفيسلز، وبدا الفيسلز تحاول تتصرف، ومفاكرين ان الجسم فاهم ان هو بينقذك، بس هو للاسف الموضوع ايه، فلت منه يعني. توكسين زي مثلا الايه، السموم بتاعه التعابين، او بعض الادويه ممكن تعمل كده. وفي الاخر فاسكولار ديس اوردرز، دي كده كلها كونديشنز ممكن يحصل معاها دي اي سي، تمام. وبرده كان بيحصل مع ليفر ديزيز على فكره، هناخد عشان يحصل برده مع ليفر ديزيز، هي كومبليكيشن يعني، دي اسئله اخبار كومبليكيشن وخلاص، احنا ما بنبقاش عارفين نصرف ازاي. لو انت فكرت كده ان انا عايزه اعالجه هعمل ايه؟ والله لو عرفت السبب عالجي يعني، لو انت عرفتي انه عنده سبسس، طب يلا نخش بروفلاك، ما نخش بانتي بايوتكس يعني. لو انت عارفه ان العين عنده حاجه معينه من الاول، ما تخليها بقى تتعالج من الاساس. الترانسبلانت لما بنيجي ندي لحد ترانسبلانتيشن، بيدوله الاول حاجات توقف المناعه بتاعته، عشان لو الجسم رفضه ما ايه، ما يبقاش الرياكشن عليه شديد. العين ظهر عليه اول اعراض من الرجيك رياكشن، عالجها بسرعه، مش استنى ما يقلب بدي اي سي يعني. هي الفكره، تريد ذا كوز من الاول، او لو خلاص احنا وصلنا نحاول، لو احنا عرفنا سبب نحاول نخش نعالجه. بعدين بقى بيقول لك يعني، هو اقتراحات بقى يعني، هو يقول لك ندي انتي كواجليشن وهيبرين، ماشي، ده لو احنا مش عايزينه يتجلط بس هينزف.
نديله بليت ترانسفيوجن. حلو. انت كده عايز يخليه ايه؟ طب ما ممكن ياخد البليتلتس وتفلير اب. يعني ايه فلير اب؟ يعني ياخد البليتلتس ويزود بيها الجلطات. هي برضه كلها مقترحات، لكن مفيش حاجه ديفينيتيف تريتمنت. يعني نديله فريش فروزن بلازما، نحاول احنا نعوض بقى بكلوتنج فاكتورز من بره، ونعوض بلازما من بره، بلازما دي منها كلوتنج فاكتورز، عشان تحاول ان هي تساعده ان هو ما ينزفش. بس هي ممكن تزود الجلطات وتزود الاند اورجن دامج. موضوع معقد، بس دي الايه اللي انت تكتبها كمقترحات ان هي نحطها. احنا مش عارفين نسبب، فحابرين دي بالاثنين. وهو طبعا بيبقى الدكتور او الشخص اللي واقف على الحاله بيحاول يشوف بالانس العيان داخل فيه اكتر، يعني هو المشكله عنده في ثرومباي فعلا اكتر، ولا المشكله في البليدنج اكتر. نيجي بعد كده للبليدنج في الليفر ديزيز. قلنا الليفر ديزيز ما بقاش يصنع اغلب الكاتنج فاكتورز، واتفقنا مع بعض ان طالما كده انت بوظت انترنسك وبوظت اكسترنسك وبوظت كل حاجه، فهيزيد البي تي وهيزيد الاي بي تي تي وهيزيد التي تي، وبيجي لهم طبعا كومبليكيشنز كتيره. جاسترايتس بقى، تحصل انفلاميشن في الاستومك، يجي لهم اسفجيال فايسز اللي هي دوايا المريء، برضو يجي لهم دي زي ما قلت لك من شويه. ودول بيبقى العلاج بتاعهم فريش فروزن بلازما. لو هو جاي لي حالا بينزف وهو عنده ليفر ديز، لازم انا اعوضه بكلوتنج فاكتورز عشان انا عارف ان هو ما عندوش. فيتامين كي غالبا مش افكتيف، لانه فيتامين كي المفروض محتاج ياكتف الفاكتورز. طب هو اصلا ما عندوش فاكتورز، هو مين بقى اللي هياكتفها؟ تمام، فيتامين كي بيبقى ان افكتيف. كده احنا خلصنا الموضوع بتاع النهارده، يعني الجزء بتاع البليدنج ديس اوجرز، وهيبقى في محاضره ثانيه الهايبر كاجلبل. طب نلخصهم بسرعه على قد ما نقدر، يعني ان الهيموستيزس، ودي حاجه احنا عايزين نخلصها في الاخر. الهيموستيزس احنا اتفقنا ان هو كان برايمري وسكندري، اتفقنا كان معتمد على فاسكولار فيز، معتمد على بليتد فيز، ومعتمد على كواجليشن فيز، وانا ده الجزء اللي كان بيحميني من الايه، من ان انا انزف. وبعد كده خدنا كواجليشن كازي، اتفقنا عندنا انترنسك وعندنا اكسترنسك وعندنا كومن باس واي. الانترنسك بدا بفاكت بالبليتلتس اللي اشتغلت على فاكتور 12، بعدين 11، بعدين 9، بعدين 8، ويصب كلهم في 10. الاكسترنسك قلنا كان بيبدا بتيشو فاكتور اللي هو فاكتور 3، وكان بعد كده ياخد عليه 4 يبقى 7، وبعد كده يروحوا على 10 كلهم، و10 بعد كده يشتغل على 2، بعد كده يشتغل على 1. في النهايه احنا وصلنا للفيبرين. بعدها اتكلمنا عن انفستيجيشن هو البي تي والاي بي تي تي. خدنا البي تي قلنا 15 ثانيه وبيقيس الاكسترنسك باسوي، والاي بي تي تي اللي هو كان 35 ثانيه وكان بيقيس الانترنسك باسوي، وقلنا شفنا هو بيعلو في ايه. خدنا ايه اسباب بليدنج ديس اوردر، قلنا تكون المشكله في الفاسل، تكون المشكله في البليتد، تكون المشكله في الكواجليشن فاكتورز. تمام، بكل الاسباب اللي قلناها، ما ننساش الايه السكيرفي بتاع نقص فيتامين سي، ولا سينايل بيربرا بتاعه الكولاجين ديزيز، والبيتس بقى بكل اسبابها اتناقشنا فيها بالتفاصيل. قلنا ايه الفيتشرز اللي بتيجي بقى بليدنج ديس اوردرز، عين بيجي بينزف. لو بليتلت ما انتهاش انه هيجي عنده ايكيموزس وعنده بروزس، البتيك اللي من 1 ل 2 مللي والبيربرا اللي من 3 مللي او اكتر، هيجي بايميديت بليدنج مع اي ووند او سيرجيكال عملنا اي جرح يعني. وقلنا بتوع الكواجيشن لازم هيجوا بايه، هيجوا بابتدى الهيماتومز، هيجوا بجوينت بليدنج، وهيجوا بديليد ووند بليدنج، عشان البليتلت بتكون هي حطت بلاج في الاول وكفت الموضوع. خدنا الهيموفيليا بانواعها، قلنا ايه وبي وسي، وقلت لكم ايه بتاع فاكتور 8 وبي بتاع فاكتور 9 وسي المعرفه بتاع فاكتور 11، سابوا برضو 10 10 دايما كده بيتساب. وقلنا يا جدعان بيجوا ايه الكاركترستكس بتاعتهم، قلنا ان كان في جوينت بليدنج، وقلنا ده اهم حاجه الهيم ارثروزس ده الموست كومن، وما ننساش نعمل لهم فيزيوثيرابي عشان ما يجيلهمش انكلودس وفيكس جوينت. ما ننساش ان اخطر حاجه بخاف منها هي الانتركرينيال هيمرج، وزي ما اتفقنا انا لازم اخد بالي ان انا ما اخليهمش يعملوا يتخبطوا، ونتجنب معاهم الانتي بليتلت، ونحاول ان احنا نعمل لهم الفيزيوثيرابي وندي البليسمنت ثيرابي للفاكتور اللي موجود عندهم في نقص. الفونفل براند ديزيز خدنا تايب 1، كان المشكله ايه انه موجود بس مش كتير، بارشال كوانتيتيف. والتايب 2 اللي هو كان مشكله في النوع نفسه، هو نفسه مش شغال. وتايب 3 اللي كان كله مش موجود، وشفنا فيرم فاكتور اللي كان بيعمل ايه، كان بيلزق البيتيت في الاندوسيليوم، وكان كارير الفاكتور 8، وان هم نعتبره اوتوزومال دوميننت كانهيرتنس، وان هو ده اكتر انهيرتبل بليدنج ديس اوردر، ده كان بيحصل واحد في كل 10000 شخص. وشفنا العلاج بتاعه زي ما اتفقنا على حسب كل نوع، كنا قلنا تايب 1 بستخدم له ايه الدي دي اي في بي فازوبريسن، وقلنا تايب 2 3 كنت بحتاج لهم الايه فاكتور 8 كونسنتريت، وكله ممكن اديهم كرايو بريسيبيتيت. الدي اي سي شفنا الميكانيزم بتاعه، شفنا اللي حصل الدامج اللي حصل لكل الفاسلز اللي موجوده، ومحاولاتهم ان هم يعملوا ثرومباي، وبعدين برضو لما البليتلس خلص بقى انا بليدنج يبقى عندي ثرومبوزس وبليدنج في نفس الوقت. وخدنا اللي بيحصل مع السوني دي في السبسس والاوبساتريك كونديشنز والنيوبلازم والايمونولوجيكال والتروما والتوكسين والفاسكولار ديزيز. وشفنا العلاج بتاعهم، قلنا هنعالج السبب ونحاول ندي ايه هيبرين او ابتدى او انتي بليتلت، نحاول نديله بقى او نديله بليتلتس، ونحاول ندي انتي كواجريشن او هيبرين، وندي ايه بليت ترانسفيوجن، ونحاول ندي فريش فروزن بلازما. وخدنا بليدنج في الليفر ديزيز، زي ما اتفقنا ان الناس دي عندهم مشكله في الكلوتين فاكتورز، كل الانفستيجيشنز اللي خدناها بتعلى سواء كان بي تي او اي بي تي تي او تي تي، وقلنا ان هو هيعمل له بجاسترايتس وسفيجيال باريسز، ما ننساش الموضوع ده، والدي اي سي برده، وهنعالجهم في الاخر بفريش فروزن بلازما، بلاش فيتامين كي، لان كده هم ما عندهمش فاكتورز فيتامين كي يشتغل عليها.
الحمد لله كده خلصنا اول جزء، وان شاء الله نشوفكم الجزء اللي بعديه هيبقى فيه الهايبر اجريبل ديزيزز.